كابتن أيمن يونس نجم المنتخب المصري السابق. يا كابتن، كنت متوقع بعد ما جاء فينا بانلتي بعد 3 دقايق إن إحنا نتعادل ونكسب؟ يا كابتن لابليس، مبروك، مبروك. سعادتك نطه من الشاشه. مش كده؟ ويعني كانك قاعده في المدرجات مش في الاستوديو، يعني او قاعده بعد اللعيبه وعد ال 17 لاعب يا كابتن ايمن، ما حصلتش. يعني احنا بعيدا عن نقطه وملحوظه انت اتكلمتي فيها، واعتقد هتطرح قضيه يعني قدام الراي العام، الاصابات في نفس المكان العضليه المتكرره لكتير من اللعيبه. ده سؤال مهم. وده حاجه محتاجه رد من الجهاز الفني او الجهاز الطبي. الاصابات كلها يا لميس تحس انها في نفس المكان، معظم اللعيبه. بس ده معناه يعني ايه؟ خلي بالك ان في عنف، يعني احنا شفنا عنف في معظم ماتشات العنف بتبقى الاصابات غير كده خالص. الاصابات العضليه في المناطق دي، هل في حاله ارهاق؟ هل في حاله تعب؟ هل في حاله اللعيبه محتاجه تتجهز بشكل مختلف من الناحيه البدنيه؟ لكن خلينا نبص للجانب المشرق، ولكن الموضوع ده لازم يتحط في الحسبان. دي نقطه مهمه جدا. بس خلي بالك ان يعني ابو جبل اصابته ده كان بيشيل كوره من قلب من بق الاسد زي ما بيقولوا. اوكي، كوره الرياكشن، يعني الرياكشن اللي هو عمله ده، وراح حصل له رد فعل في جسمه في المنطقه دي من الناحيه دي. دي عايزه لازم تتفهم ان دي مش كوره، مش خبطه لعيب. لا، دي نفس الشيء. الشناوي برضو اتحسم نفس الاصابه. صح. هو موضوع مثير انك تتفرجي على الاصابات بتاعتك، حجازي نفس المنطقه او قريب منها من ناحيه، لكن نفس المنطقه برضو في النواحي العضليه. هي اصابات مرتبطه بالارهاق او مرتبطه بتدريبات بدنيه او احمال بدنيه. لازم يحصل توضيح في المنطقه دي. لازم يحصل توضيح، ولازم نخلي بالنا، والجهاز الطبي يخلي باله، والجهاز الفني يخلي باله، ولازم الريكفري او اعاده تاهيل اللعيبه لازم تتاخد بشيء من الجديه. ان هو في اجمل من كده شفتيها لميس النهارده؟ من بعد دقيقه 3 رجوله، قوه، شخصيه، جبروت فرعوني في الملعب، جبروت، سيطره كامله. تماما. اقناع الخصم، خلي بالك حصل حاجه في الكوره لما القسم يبقى متقدم 1-0 ويتم اقناعه نفسيا ان هو هيتغلب في الماتش ده. من حجم السيطره وحجم الالتحامات اللي بنكتبها. لعيبه النهارده كانوا يعني قدموا شو كروي مش طبيعي. سيبك من صلاح، انت ممكن يا لميس تقعدي تتكلمي على صلاح من هنا لبكره. لا، انا عايزه اتكلم عن الليدر، عن القائد. انا شفت قائد في الملعب، انا شفت ليدر. وكل ده انا بقول لك صلاح اسيبهولي، لكن اتكلمي على الولد اللي اسمه فتوح مثلا، على قوة فتوح، على أبو جبل وعياطه ودموعه مش عايز يخرج من الملعب، والرياكشن والصدة. خلي بالك الصدة دي كسبتك المباراة. نعم طبعا. خلي بالك أنت 1-1، الصدة دي تعمل 2-1 توديكي في متاهة. صح. الصدة دي كسبتك المباراة. الصدة دي كانت حاسمة في نتيجة المباراة. خلي بالك إن الولد اللي اسمه عمر كمال ده مش طبيعي. محمد عبد المنعم، محمد لازم نسقف له. حجازي طول ما هو في الملعب، حتى أيمن أشرف لما رجع، تصدقي إن أنا كنت متخوف من ايمن اشرف وقلت ليه؟ ولما تسبب في البنالتي تحملت وقلت كان في وجهه نظر، لكن بنعتذر له لانه عمل مباراه رائعه وكان نجم من نجوم المباراه. تريزيجيه، النني شافوه. النني كان بيجري واخد الملعب رايح راجع بصراحه. برافو عليك. والله يا كابتن لميس انا شاكك ان انت هتاخدي دوره تدريبيه. والله العظيم المره اللي جايه انا بذاكر، وبعدين انت عارف رهيبة. أنا عايشه في بيت كوره. كل البيت كوره. السلية لا لا لا، الولد ده رائع. مع النني عملوا شوف منطقة نص الملعب غير عادي. تريزيجيه راجع تاني، تريزيجيه راجع تاني. تريزيجيه الناس بتحبه، الناس قلقانة عليه، ما حدش كان ضده. لما قال للناس أنا موجود، بصراحة صلاح لو قدم هدية لحد مش هيقدمها زي ما قدمها لتريزيجيه، هدية جميلة. والولد تقبلها، وتقبل الهدية دي رجعته في قلوب الناس. تريزيجيه كان بعيد بقاله سنة. صح. الجون ده انت ما تفهميش مضمونه من الناحيه النفسيه لتريزيجيه، طبعا بجانب الناحيه انه كسبنا بيه المباراه. ما فيش اجمل من كده. النهارده تريزيجيه مش هينام. رمضان صبحي ما شاطش الكوره وما فيش جون فيها. يا رمضان شوت يا رمضان. قال لك لا اديها لصلاح. طب ما صلاح مكانه مش مظبوط، فيعني شوت يا رمضان. يعني بصي، الكره دي طبعا رفعت ضغطنا، بس هتقولي ايه اللعيبه لاعبين 120 دقيقه ضد الكوت ديفوار رائعه، وراحوا مقدمين شو بعد كمان ما مغلوبين 1-0. رائع، مثير لاعجاب الجميع.
انا اعتقد ان النهارده يعني النهارده يوم مهم، لكن خلص النهارده في بكره، في الكاميرون، في اصابات كتيره، الجول كيبر عندك يعني احنا بنص تاني، ما بهزش الثقه في صبحي، لكن صبحي صغير بس صدقيني ولد مكتمل، صغير بس مكتمل. النهارده شال كوره، الكلمه دي ليها معنى، مكتمل يعني عنده قدره التحمل الضغوط المباريات، وعنده قدره المواجهه، وعنده قدره انه يقدر يقود حراسه مرمى منتخب مصر. صدقيني ولد موهوب قوي، انا متابعه وعارف ان الولد ده موهوب قوي. يعني ما تقلقيش من ناحيه محمد صبحي خالص. الاصابات عندنا كتيره، حجازي، وينش لسه ان شاء الله الوينش يكون جاهز، حمدي فتحي لسه ما احناش عارفين. يعني ايه السبع ماتشات اللي تخسر فيهم اتنين جول كيبرز دي؟ يعني كتير. بصي خلينا برضو نبص للجانب المشرق، الروح اللي عندك دي خلي بالك يا لميس، وده موضوع مهم كبير قوي لازم تتكلمي فيه، وانا اتكلمت فيه معاكي مره، عمليه تلوين لعيبه منتخب مصر، اللي ده يعمله ده زمالك وده اهلي، وده بيشجع لعيبه الزمالك في المنتخب، وده بيشجع لعيبه الاهلي في المنتخب، ده كان قمه الاحباط للعيبه. وده لما راح طلع محمد صلاح وقال يا جماعه مش معقوله، شجعوا مصر، شجعوا المنتخب، ما تشجعوش الالوان. واحنا كنا بنحذر ده. لما تشوفي اكبر المكاسب الروح اللي ما بين اللعيبه وما بين بعض. ما تقلقيش لو حد غايب، ما تقلقيش. الروح اللي بين اللعيبه بينها وبين بعض، واحترامهم لتيشيرت منتخب مصر، واحترامهم ل 120 مليون هم بيمثلوهم. صحيح. صدقيني الروح دي ما تقلقيش على حد غايب. تقلقي لما كانت النفوس مش مظبوطه، لما كانت العلاقات جوه المنتخب مش مظبوطه. صح. لما يبقى كله بيحب بعضه، وتلاقي مثلا فتوح كان بيبوس راس الشناوي، والشناوي بيجري على ابو جبل، وابو جبل بيشجع صبح. لا 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 لا، ده منتخب يا جماعه. ده ناس فاهمه يعني ايه منتخب ما فيهوش الوان، ما فيهوش زمالك واهلي واسماعيلي واتحاد. ده حاجه محترمه. ده شباب محترم بيمثل بلدك. والروح بصراحه والرجوله والاصرار قبل الفنيات وقبل المهارات هي اللي بتكسبك، وده اللي كسبك. النهارده المنتخب المغربي فقد الامل في كتير من المباراه. هو حس انه هيتغلب من قبل ما يتغلب، لان انت كنت اقوى وكنت اذكى. وكان معاكي صلاح. صح. ودي حاجات بصراحه كانت مهمه قوي في المباراه. وبصراحه النهارده مين اثر؟ 17 لعيب يا لميس لازم تسقفي لهم. 17؟ ده انا بطلب منك تسقفي لهم، ما تقولي لهمش برافو، ما تقولي لهمش شكرا. سقفي يا لميس، سقفي بجد. والله العظيم يعني انا بقلب 17 لعيب بصراحه يستاهلوا ان احنا نسقفهم. شكرا 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 على اداء محترم. لو حتى لو كنا خسرنا كنا هنقول اداء محترم، وهو ده اللي احنا كنا عايزين نقول. برافو عليك. شكرا. برافو. املنا كبير ان شاء الله. ماتش الكاميرون صعب، وزي ما بقول لك، لا النهارده من حقنا نفرح، ونفرح كلنا وهم كمان يفرحوا ان شاء الله. بكره صفحه جديده، بكره صفحه جديده من بالليل. بكره خلاص. صفحه جديده وماتش قوي قوي الكاميرون على ارضها ان شاء الله، بمنتخبها، بجمهورها. بجمهورها طبعا، بجمهورها. بس احنا بقى بالروح اللي عندنا دي لو استمرت والله يا لميس هنبارك لبعض على الامم الافريقيه ان شاء الله باذن الله. بشكرك كابتن ايمن يونس. بشكرك نجم المنتخب المصري.